جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: امرأة وضعت مع خالي من جدتي حوالي سنة، فهل تكون هذه المرأة محرما لي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا رضعت من جدتك 5 رضعات أكثر في الحولين فإنها تكون خالة لك من الرضاعة، تكون خالة لك من الرضاعة وتكون أنت محرما لها. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم.